اعتقال سيدة من أصول تركية بعد العثور على جثة طفلتها في النفايات. روسيا ترفض تقديم تنازلات بشأن الغاز وتعتبر قرار التحكيم غير معقول. وزير خارجية النمسا يدين قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو ويصفه بالعبثي. السجن مع وقف التنفيذ لشاب سوري متهم بتهريب 160 شخصا. وضبط 600 كيلوغرام من القنب واعتقال 21 تايلاندي في مطار فيينا. فيينر لينيا تتوقع استئناف تشغيل مترو أوينس بداية من ديسمبر. وتحسن طفيف في سمعة فيينا في مستوى الود بين المغتربين. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، عثرت السلطات صباح الجمعة على جثة طفلة حديثة الولادة كانت قد اختفت يوم الخميس من مستشفى فافوريت في فيينا في حاوية قمامة بلاستيكية قرب المستشفى. الطفلة البالغة من العمر أسبوعا واحد كانت تتلقى الرعاية في وحدة الأطفال الخدج قبل اختفائها، ما دفع الممرضة لإبلاغ الشرطة عند اكتشاف غيابها وغياب والدتها. وقد باشرت الشرطة عملية بحث مكثفة باستخدام الكلاب البوليسية وتفتيش السيارات دون جدوى في البداية. وقد تم اعتقال والدة الطفلة وهي نمساوية من أصول تركية للاشتباه بصلتها بالحادث، حيث تستمر التحقيقات بمشاركة فريق جنائي لتحديد ملابسات الوفاة، فيما ينتظر نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة. أعلنت روسيا أنها لن تقدم تنازلات في توريد الغاز إلى النمسا، ووصفت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سلوك شركة إنفاو النمساوية برفض دفع ثمن الغاز بأنه غير معقول، معتبرة أن وقف الإمدادات مبرر. وكانت إنفاو قد فازت في نزاع تحكيمي وأعلنت نيتها استرداد 230 مليون يورو مع الفوائد، وردت روسيا بإبلاغ إنفاو أنها قد توقف الصادرات بدءا من 16 من نوفمبر. وأشارت زاخاروفا إلى أن تنفيذ قرار التحكيم سيعوق التحويلات المالية للغاز الروسي، مؤكدة أن أسباب نقص الغاز في 2022 شملت تخريب نورد ستريم وتعطيل خط يامال أوروبا. أدان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوف جالانت، واصفا القرار بأنه عبثي. وأكد شالنبرغ أن مثل هذه القرارات تضر بمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وتثير الشكوك حول حيادها، مشددا على أن وضع أعضاء حكومة منتخبة ديمقراطيا في المستوى نفسه مع زعيم منظمة إرهابية لا يخدم العدالة أو القانون الدولي. ورغم هذا الانتقاد الحاد، أكدت النمسا أنها ستلتزم بواجباتها تجاه نظام روما الأساسي، مع إشارة شالنبرغ إلى أن القانون الدولي يجب أن يطبق بشكل عادل ودون تسييس. أصدرت محكمة سالزبورغ الإقليمية حكما بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ على شاب سوري يبلغ من العمر 25 عام بتهمة تهريب البشر. واعترف المتهم بنقل 160 شخصا من المجر إلى ألمانيا عبر النمسا خلال شتاء 2022، مبررا أفعاله بالحاجة المالية لدعم عائلته في النمسا وأقاربه في سوريا. وقد أخذت المحكمة في اعتبارها اعتراف المتهم الكامل وغياب السوابق الجنائية وفرصته في العمل، معتبرة ذلك عوامل مخففة، حيث كان الشاب جزءا من شبكة تهريب مكونة من 10 أفراد سبق إصدار أحكام على ستة منهم كانوا يتقاضون 600 يورو عن كل شخص يتم تهريبه. صادرت السلطات في مطار فيينا الدولي 600 كيلو جرام من القنب في إطار تحقيقات حول تهريب المخدرات من تايلاند إلى أوروبا. وألقت الشرطة القبض على 21 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عام،
ونقلتهم إلى سجن كونينبورغ، وبدأت التحقيقات في يوليو 2024 بقيادة شرطة النمسا السفلى بالتعاون مع الشرطة الجنائية والجمارك، واستخدمت خلالها الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات. وأظهرت التحقيقات أن المهربين استدرجوا عبر منتديات إلكترونية بعروض مالية ضخمة مرتبطة بعمليات تهريب بتشريع زراعة القنف في تايلاند، ما أدى إلى وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار. أعلنت شركة فينر لينيا في فيينا توقعاتها باستئناف التشغيل الكامل لخط المترو O1 في فيينا مع بداية ديسمبر 2024 بعد الحريق الذي اندلع يوم 19 من نوفمبر. وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح التي تشمل تجديد 50 مترا من القضبان و400 متر من القنوات الكهربائية واستبدال 25 عارضة تستغرق وقتا أطول من المتوقع بسبب حجم الأضرار، وكان الحريق قد اندلع في عربة قطار احتياطي خالية من الركاب، أسفر عن إصابة السائقة وخمسة موظفين باختناق، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب، مع تأكيد الشركة خضوع القطارات لفحوصات دورية مكثفة. حققت فيينا تقدما طفيفا في سمعتها بين المغتربين وفقا لدراسة إكسبات إنسايدا، حيث صعدت من المرتبة الأخيرة إلى قبل الأخيرة بين 53 مدينة عالمية. وشملت الدراسة 12500 مغترب، أظهرت أن 24% من المشاركين يشعرون بعدم الترحيب في المدينة، وهو تحسن مقارنة ب 40% في العام الماضي. وواجهت فيينا انتقادات تتعلق بعدم ود السكان المحليين وصعوبات في استخدام البطاقات المصرفية، حيث أشار 32% فقط إلى سهولة الدفع بها. رغم ذلك سجلت المدينة نقاطا إيجابية في النقل العام، في السكن والالتزام البيئي، وحققت قفزة في التقييم العام من المركز 36 إلى المركز 15 عالميا. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.